أخبار اليوم. الغذاء المثالي طبعا لمريض القرحة ان هو غذائه يكون على وجبات كتيرة خفيفة، يعني يأكل في اليوم 5 مرات، كل مرة كمية صغيرة، يعني الفطار ياخده على مرتين، الغداء على مرتين، العشاء على مرة، يعني كل 3 ساعات لازم يحط في بطنه حاجة بحيث ان بطنه ما تبقاش فاضية. ما يأكلش كميات كبيرة، وجبات خفيفة كلها، سناكس كلها، ما يأكلش وجبة تقيلة. برضو من المسببات القرحة ان احنا بنسيب بطننا فاضية 10 ساعات و12 ساعة، وبعدين بناكل وجبة واحدة في اليوم، ودي بتبقى بتبقى تقيلة على المعدة. هذه الوجبة من يعني ايه دسمة وتقيلة على المعدة. اما الوجبات الخفيفة بتعادل الحامض المعدي اللي موجود، وبتحسن في بتساعد في تحسين حالة القرحة. فأهم حاجة البعد عن التدخين، القهوة والشاي على بطن فاضية، ما بقولش ما تشربوش قهوة ولا شاي، بس أولا العدد ما يبقاش كتير، وعدد القهوة بالذات، والشاي يبقى يعني بعد الفطار، ويستحسن بعد الفطار بساعتين، لأن الشاي بيساعد في عدم امتصاص الحديد اللي في الأكل. فيبقى الشاي والقهوة المواد الحريفة، الشطة والحاجات الدسمة، كل دي حاجات بتساعد على القرحة. يبقى البطن ما تقعدش فاضية مدة طويلة، ناكل وجبات كتيرة خفيفة، ما نستخدمش الشطة والفلفل والتدخين.